احمد ثابت برضو من هذا المنطلق كيف تنظر لهذه المباراه؟ هو طبعا احنا عايشين لحظات قمه في الفرحه، قمه في الفخر، قمه في السعاده اللي احنا بنعيشه ده، سواء المشاركه الثالثه على التوالي او الثامنه في تاريخ النادي الاهلي، بعد كده مقابله منافس زي ريال مدريد في نص النهائي، حاجه بصراحه فخر. تصريحات النهارده انشيلوتي وفالفيردي على النادي الاهلي وقيمه النادي الاهلي وعظمه النادي الاهلي وبطولاته وتحذيره، دي حاجه بصراحه تدعو للفخر على اي اهلاوي ان هو يفتخر لما يشوف التصريحات دي. وان انت بتقابل ريال مدريد، خلينا نقول ان هي مباراه الملوك، ملك افريقيا بيواجه ملك اوروبا، وبكده بالارقام، الارقام اللي بتقول كده، اكتر اتنين ناديين في العالم حصلوا على القاب قاريه واللي بينافسوا بعض على الالقاب القاريه. ريال مدريد واخد 28 لقب قاري، النادي الاهلي واخد 24 لقب قاري، فهي مباراه برضو خوفهم وتصريحاتهم من الجمهور. بكره الجمهور التذاكر ان شاء الله 45,000 تذكره تم حجزها. اه 45,000. خلي بالك حاجة، عشان انا عايز اقول حاجه، لانه الكل معتقد ان ال 45,000 هيبقوا اهلي. لا في طبعا جماهير عندهم 40 اهلي اسبانيا من رباط، مش بعيد ساعه ل 10 دقائق دي مبدئيا. والرباط فيها جاليه اسبانيه تصل الى مش عارف 600,000 ولا 700,000 حاجه كده يعني. فخلينا نقول بس البطولات الاول بتاعت ان ريال مدريد وبطولات النادي الاهلي، عشان برضو نعرف ان ملك اوروبا بيواجه ملك افريقيا. ريال مدريد واخد 14 دوري ابطال اوروبا، 2 دوري اوروبي اللي هو اليوروبا ليج، 5 سوبر اوروبي، 4 كاس عالم للانديه، 4 هم بيطمحوا للبطوله الخامسه في تاريخهم. الانتر كونتيننتال 3 بطولات، لما تجمعهم تلاقيهم 28 لقب قاري لريال مدريد مقابل 24 للنادي الاهلي، نجيب النادي الاهلي كمان 10 دوري ابطال افريقيا، 4 كاس الكؤوس الافريقيه، 1 كاس الكونفدراليه، 8 السوبر الافريقي، 1 الافرو اسيويه، 24 لقب قاري للاهلي، وهم اكتر ناديين في العالم حصلوا على بطولات قاريه. خلينا نقول ان القيمه التسويقيه للفرقتين طبعا فرق كبير جدا اكيد، بس ده يعني ده ان شاء الله مش شرط، مش معنى ان الفريق طبعا فرق كبير جدا، يعني ريال مدريد 849 مليون يورو مقابل 29.7 للنادي الاهلي، بتتكلم في فرق كبير جدا ما بين لكن خلينا نقول ان شاء الله لما نتكلم دلوقتي على نقاط القوه والضعف هنحاول يعني نبرز بعض النقاط اللي احنا ممكن نلعب عليها وبعض الحاجات اللي ايه نخلي بالنا منها يعني.